ولا يخفاكم. اطلق من ذاك الماكرو، راك فرقعتي لينا ودنينا. اطلق من ذاك الماكرو، احنا في الجزائر الجد فرقع لينا ودنينا بذاك الماكرو. قاس كعوج فيه هضره مزيان، الماكرو راه في بلاصتو انت اللي ماشي في بلاصتك. الرئيسة السابقة تاع البرازيل اللي هي رئيسة البنك الحالي قالت الجزائر ضرورية للبريكس، لأن الجزائر منفذ لشيما. ودي راه بلا الجزائر ما كاين والو، راه بلاكم ما كاين والو، الله يهديكم. السلام عليكم الخوص، مرحبا بكم عزاني في فيديو جديد، مرحبا بالناس الجداد، وما تنساوش الاشتراكات واللايكات ديالكم. البريكس يتعاود، والو البريكس يتعاود الخوص، قوينا اليوم واش ما فراسكمش. راه البريكس حنا السبب فيه، وحنا راه داروا واحد التحريض لقاو باللي حنا. انا ما نفهمش، واللي فاهم يفهمني. هذه مقصوده والله العظيم، اقسم بالله يا اللي حكمته اني ندم على النهار اللي زاد. ويلي ويلي. انا نقول لك ازماسي، راه اللي حكموا السبب في البريكس باش ما تقبلوش، راه والله يندم على النهار اللي زاد فيه. مشينا فيها اخوتي، والله الا مشينا فيها. اسمع اسمع، واللي فاهم يفهمني. اسمع، لا لا، كلشي على هذه مقصوده، هذه مقصوده هي اللي ناضيه. انا ما نفهمش، فين عمرك فهمتي؟ واللي فاهم يفهمني. هذه مقصوده والله العظيم، اقسم بالله يا اللي حكمته اني ندم على النهار اللي زاد فيه. ويلي 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 اخوتي، حق الله على ما تطلع على بحق الله. دابا اجي نشوف الفيديو فاش كان كيتوسل وكيزاوك باش يدخل البراكس. مضطرب جدا، ولذا نريد التعجيل في دخولنا في منظمه البريكس، ولذا نريد التعجيل في دخولنا في منظمة البريكس حتى ندخل في تنظيم آخر إن شاء الله بربي. إن شاء الله غير دولار وغير أورو وغير تكلم باسم البلد الجزائر. فنحن نريد في أقرب الوقت أن ننضم إلى منظمة البريكس، أن ننضم. شوف بوتين كيجاوب يقول تخيل هذا مالو. في اقرب الوقت ان ننضم الى منظمه البريكس، ان ننضم الى منظمه البريكس، ان ننضم الى منظمه البريكس، ان ننضم الى منظمه البريكس. ان شاء الله بربي، ان شاء الله بربي، ان شاء الله، ان شاء الله. مزيان الانسان يكبر الطموحات ديالو في هذه الحياه ويشوف بيت وكذا. مزيان 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 يعطي فلوس تحت الطابله باش يتقبل في الاخر، ما يتقبلش ويصدق لا فلوس لا بريكس. ترويج للعهدة الجديدة اللي تتبون. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إخواني الرفقاء. واش هاد السيد هذا كيوقع له ايرور 404؟ واش كيهضر وكيتسبلو انت كيسكا البروسيسور ديالو قديم. إخواني زيد زيد شي دفيعة شي شباب، وأنا والعمل عليهم. شنو قال؟ ولا ديماري ديماري نسبح. جاني الناس، والله إلا جاني الناس. السماوات السبعة ولا إخواني هضر. الله يهديك إلى ما هضر. إخواني أخواتي، نعم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من قبيلة هو كيهضر نساء باللي راه كان كيهضر في الأول، عاد قال السلام عليكم دابا، عاد بدا الحوار من جديد. نسى نسى باللي راه ديجا بدا الحوار، عاد بدا الحوار دابا. أولا يعني اش كيشوف في هذيك نبارك هذه زيد زيد المبادرة زيد راك غادي مزيان زيد التي زيد هاك داك أنشاها سي عبد القادر تبون وهو من عائلة كيفاش هاو 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 ما فهمناش هذا هو من عائلة اسمع
وهو من عائلة واه يا الصينية، من عائلة طيبة، من عائلة مجيدة. تبون راجل مزيان ويلي ولا يخفاكم. اطلق من ذاك الفاكرة، راك فرقعتي لينا ودنينا. اطلق من ذاك الفاكرة، احنا في الجزائر فرق علينا ودنينا بداك الميكرو. قاس كعوج فيه وهضر مزيان، الميكرو راه في بلاصتو انت اللي ماشي في بلاصتك. جولة قامت بها السيدة شيماء بين الصيدليات بحثا عن حبوب منع الحمل التي أصبح إيجادها صعبا في الأيام الأخيرة. صح والله غنحوس عليها فقط، صافي دو جوغ نحوس عليها. صافي دو جوغ نحوس على لا بيلول، ما لقيتهاش حتى الناس قالوا لي فوالا في لا فارماسي لوليفي لهنايا تلقايها. بان جيت لقيتها كاع قالوا لي راهي ناقصة بارتو وين نروح، ما في لي فارماسي ما نلقاهاش، وما سقسيت صحاباتي، سقسيت با مال دو جون قالوا لي بلي ناقصه بيلول حاجه ضروريه للمراه، وانا هاد لا بيلول ديزونيت غير هي اللي تخرج عليا، والحمد لله راني لقيتها واخيرا الحمد لله اللي لقاتها. شي الاخت شيماء محشومه تخليوها كتعذب وكتضر فارماسي داخلين عليكم بالله. ما اتفقوش لحد الان المقاييس نتاع القبول ولا رفض اي دوله من الدول، ولكن احنا الشيء اللي مشجعنا ان الفاعلين في الصين، روسيا، جنوب افريقيا، حتى البرازيل، ديلما الرئيسة السابقة تاع البرازيل اللي هي رئيسة البنك الحالي قالت الجزائر ضرورية للبريكس، لان الجزائر منفذ لشيماء. ودي راه بلا الجزائر ما كاين والو، راه بلا هكا ما كاين والو، الله يهديكم. راه غادي تعاود البريكس من جديد، راه الماتش ما ملعبوش، الماتش مبيوع، سبابو المروك. ماهيش غير وحدها، سي بوابة لعدم الانحياز وعدم كذا، ثانية إذا كان تفاهموا على الأغلبية، الأغلبية راه عندنا. عندكم ضروري. اتفقوا قال ما نقبلوا حتى واحد، شغلهم، شو نفرضش فيها مع البريكس. ما هي العمل اللي يقدمه هنا البريكس ولا شنو يقدموه للبريكس؟ بريكس هو قطب جديد راه في جديد راه في النشاه نتاعو. خوتي فاش فهموا شي حاجه فهموني معاكم، راه صافي فهموني. اللي كيحاول يفهم هاد السيد هذا يحاول يفهمني حتى انا كنساعدكم، حيت ما كنفهموش انا. قطب اقتصادي اولا، ممكن ياخذ صبغه سياسيه كذلك. وحنا والصينيين ناضلنا كثير في هذا الاتجاه على اساس نخلق اقطاب وحال العالم احادي القطبيه، هذا خرجوا منه خلاص نهائيا. ولو اعتقد ان متفقين على اساس ممكن يعني تكون مرحله اولى نتاع اوبسرفاتور ملاحظ، ممكن ما فيش معنى. ولكن احنا بنك البريكس شيء ومنظمة البريكس شيء آخر. بنك البريكس اليوم هو ليسونسيال الجزائر مهمة في البريكس، راه بلا بيكم ما يطلعش النار. نطالبوا بإدراج عدد الشهداء شرطا أساسيا للانضمام للبريكس. إن شاء الله إن شاء الله بربي إن شاء الله. وأنا كنشوف كنطالبوا أن البريكس يتعاود، البريكس راه ماشي عادل، راه ما تكونش الجزائر. واش حنا حشومة؟ لا خاصة هي تكون، راه بلا بها ما كاين والو. ولا خوتي المغاربه راه بلا بها ما كاين والو، الله ينعش الشيط. حتى انا كنت الاخر ديال الفيديو خوت تلقاو فيديو جاي، بيس الله وفتح الله.